تفضل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية برعاية الحفل الختامي لمسابقة البحرين الوطنية للروبوت في نسختها 11 وذلك بمنتجع وسبا قصر العرين. وأكد سموه أن استمرار هذه المسابقة للعام 11 يؤكد تحقيقها للأهداف التي من شأنها إبراز القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الطلبة في مجال العلوم والتكنولوجيا، معربا سموه عن اعتزازه وفخره بهذا التجمع العلمي الذي سيكون له الأثر الإيجابي في تطور وارتقاء الحركة العلمية بمملكتنا الغالية. وأضاف سموه أن إقامة مثل هذه الفعاليات تعكس مدى التطور الذي شهده التعليم بفضل رعاية ودعم جلالة الملك المعظم في إطار المسيرة التنموية الشاملة ومتابعة سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء. ونوى سموه بدعم برايتس التعليمية للمسابقة والذي يعتبر أحد صور التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص. من جانبه أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الأهمية البالغة التي تحظى بها هذه المسابقة في تحفيز الطلبة على المشاركة الفاعلة وتقديم الأفكار الإبداعية في مجال الروبوتات. من جانبه توجه السيد هشام الرئيس رئيس مجلس إدارة برايتس التعليمية بالشكر الجزيل لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرعايته الكريمة لهذه الفعالية. Thank you.
مشاريع طلابية متميزة ابتكرها عدد من طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة، حملت بين طياتها الكثير من الأفكار الإبداعية في مجال الروبوتات، حيث هيأت لهم مملكة البحرين أرضية خصبة ليطلقوا العنان لأفكارهم ليبتكروا نماذج إلكترونية تساعد في خدمة البشرية. أحب أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة. في الواقع أن هذه المبادرة الكريمة من سموه منذ سنوات عديدة بدأنا اليوم نجني ثمارها كما جنيناه سابقا، ولكن في ازدياد وتطور مهم. هذا العام شارك حوالي 76 فريق، في عندنا 33 مدرسة، 10 محكمين. هذه المسابقة أتاحت للوزارة فرصة أن الطلبة سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة يطبقون ما يجدونه في المناهج. نحن على صعيد وزارة التربية والتعليم مهتمين اهتماما كبيرا بموضوع المنظومة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، لأن هذه المهارات مطلوبة في القرن 21. هذه فرصة لاكتشاف المواهب. نحن نستعد للمشاركة في كافة المسابقات سواء في المجال الروبوت، في أي مجال تشارك فيه، ونحرص كوزارة التربية والتعليم أن نتواجد في مثل هذه المسابقات على الصعيد المحلي الإقليمي الدولي، لأنها تعطينا فرصة لاكتشاف المواهب وأيضا تطوير ما نقدمه لطلبتنا من معلومات وتفعيل أيضا الجانب التدريبي. طبعا السنة كانت مشاركاتنا في كذا مجال، في مجال الرعاية الصحية، في مجال المدينة الذكية، في مجال البنك الطاقة المتنقل. طبعا كل فئة حددناها بمشروع معين يبتكرون الطلبة من جميع الفئات. بعد ما قرروا المناهج اللي هي الذكاء الاصطناعي في المدارس، طبعا صارت وايد طلبة مهتمين بذي المجال اللي هو مجال الروبوتات. صرنا نكتشف طلبة ان هم كانوا يمكن كانت عندهم الموهبة بس يوم دخلوها في المناهج الدراسية طبعا صار هاي شيء اثراء حق حصيلتهم التعليمية بشكل اكثر. كان تنظيم جدا مميز، لاحظت ان جميع الطلبة عندهم مواهب كرسوها ولا حطوها في المشاريع اللي قدموها، كانت مشاريعهم جدا مميزه. وما شاء الله الحين بعض المشاركات راح تكون عالميه، مو بس يعني مستوى البحرين، وهذا شيء جدا جميل اللي احنا نلتمسه في طلابنا الموهوبين. هذه النتائج التي حصدتها المسابقه على المستوى المحلي كشفت عن ما يتميز به الطلبه في مدارس البحرين، والتي تؤهلهم لخوض المسابقات العالميه لينافسوا اقرانهم في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي. طبعا مشروعي يهدف الى التنميه المستدامه والحد من التلوث. دائما ما اعمل في مجال الطاقه البديله والطاقه المتجدده، ومشارك باحد مشاريعي صندوق الطاقه المتنقل. هذا المشروع عزيز علي شوي لأن فكرته كبيرة، وهو يعني جهاز بالطاقة الشمسية يحد من التلوث في توليد الكهرباء، بإمكان استعماله في أي مكان كنا أو نقدر نستفيد منه في فترة انقطاع الكهرباء، يعطينا خدمات كهربائية في أي مكان كنا. أنا فزت مركز الأول عشان نطور حدائق ونطور الروبوت. المشروع روبوت اسمه The Garden Robot، مشروع عن حديقة لازم يعدي بدون ما يكسر شيء مثل الكلاس. أنا فكرت في هذه الروبوت عشان الحديقة تصير حلوة والمشروع يصير حلو وزين. هذه الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم تؤكد على أن البحرين تتمتع ببيئة تعليمية متميزة قادرة على اكتشاف المواهب الدفينة لدى أبنائها والعمل على صقلها وتطويرها في شتى المجالات، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وابتكار الروبوتات. يلعب نظام التعليم دورا محوريا في اكتشاف وتطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال الإبداع والابتكار وتنفيذ المشروعات العملية المعتمدة بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي والروبوت بما يرتبط ويثري تخصصاتهم القائمة على التطبيق العملي، لتكون لهم بصمة في صناعة المستقبل في هذا القطاع. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.